السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مغالطة منطقية اسمها وانت كمان. يعني ايه وانت كمان؟ يعني تحصل اللي قدامك بيروح لك ايه؟ طب ما انت كمان. الله، طب يا عم انت اثبت ان انت صح وان التهمة دي غير حقيقية، بعد كده اقول انت كمان. يعني ما ينفعش يكون مثلا القاضي بيناقش الحرامي فيروح يقول له ايه؟ طب ما انت كمان. ده اللي حصل في ضد الحكومة بتاع احمد زكي، اتحصل فرح كلنا فاسدون ولا اسسنا احدا، مشهد روعة. ده اللي حصل برضه في مجلس الشعب، كان واحد بيتكلم على الفساد فراح رئيس مجلس الشعب راح قال له ايه؟ طب ما انت كمان بتتاجر في الاثار وما خلناش نسيح ونتكلم على الجيزه والحاجات دي. رئيس مجلس الشعب بيقول كده، طب ما انت لو تعرف الموضوع دوت لازم تحوله لمجلس التحقيق وترفع عنه الحصانه وتسجنه، ما تقولش كلنا لصوص، يعني ما ينفعش، عيب يعني. طيب الامر الاخر، او يعني مثال اخر، رئيس الدولة العربية اتحاصر من الراجل فبيقول له انت بتاخد فلوس كتيرة جدا، تاني دولة تاخد فلوس بعد اسرائيل عشان تقاوم الارهاب. قال له طب ما انتوا كمان مش عارفين تقضوا على الارهاب في سيناء، في باكستان وافغانستان.